السلام عليكم معلمة حلوة وأنا إيدين سلامي هدي تيم كعبة إن كستو أنا حتى عن كم تأهي تيم كعبة وحن آدو بفرح سنهي إن أن كسو موضو ميشي أن وح كسو برتي بل حدان إسكين برو مجا إيغوا محمد أحمد وحن كنو لهي صوماليا جار أهان مجالة مقدشو هرتو وحن آدو ينكو ديري جلنايا إرفادان أد برانيسان إكريبتو كارانسي وحن كالو آدو بفرح سنهي إن صومالي دينا حد أي فهميان دوني دان عصرقا إنان لجان قاتم حوغا وحن ربا إنان إذن كشيكيو بلوغيه دادايدا برشادة كريبتو كارانسي إيو برشادة إيدا معلمة حلوة إيو ساميتا أي إيو اللحي تانيجا وحي إهي لوالكم لباتن الكوغا وحن أها قفجة إل أمدانيو إن حرفضهان ديجيتالكا إيو ديجيتال ماركيتينكا وحن مركز سوق عطي كورس جوجل أسنسيا وحن سند كاس كسوق بحي مرحلة دي دوكسي كسارة إسكول كا وحن يوتيوب كأني جو داون عاركي فيديو مع المتحلو أيضا شرح يسو إن وحكو صعب سن ديتا الماركتينج وأنا وحي أنجع على مركز وحي اللي هيد أيضا قفكي عاونات أباهن نمبر كي وحساريني هي إن ديسكريبشن إلى صحير سيداس أيان أولا حريري بلس اسما لهين والوغسو جوابي دونا بلس نسيبوناك وإيسو جوابتي سيداس أيان أبلاوي إنا لحريرو أون ويديو وحان أباهانا هاي مدكة دي يوتيوب كيدا وحيسو جلسي فيديو أي كشيغيسو إنا بلاوي ربطو كورس لغو مغا عاو انتربنورشيب حالكن وابلو جيجي أرديني مغيدا أي معلمات حلو وان حسوستا والله وحي إهيد لوكم لواتن يكودا بيش الطبانات اما بيش اكتوبر تدوضي ذا وحان نكو قاضني آلة سومكا كورسة داس وحي نوسعتي متسدح بلا وكورسة دي يقود لسي انا نوقتي يساقلو من جامعة دي بوجة ذا وقتي يجانا انك فاوديستو وحان حسوستا هبينكي اقودن بي كورسة داس ان قاضني نمالتي مع سلامين ذا وان اوي انجا وحان رجينيا إنا حسوسة مدرسة مع المتحلو أنا جو لمرو جيسنا إنا المرتم بإس أركي دوني مع المتحلو أنا وحنو شيء دوني ديب جنبه مركز أي وحي قتري اسمع سلامين تينا عاوة يعني هذا معها إنا نكالهرني إي وحا إنو دماذا أكريا كورسدان وحان نبلاوي دونا كورسوين كالة أو أسك سيداسنا أي قتري مدرسنا رجاء أي جلسي لو بالكدي وحالة بلاوي كريبتو كارنس كورسا كورسا دي مركان قادني اون دميني انا جمي هيسنين وحل عقا وانكو بلاو مركز لكن نيت اهانا انسيجة جعلا نيدا اوحاي بس دروفة فاميلي او اسك جردر تيدا وان اسك جوجي كورسا دي اشيكا ديدا كدي حصلت مركي كسوريغتي وان انا جان هلي شقير وان اسكو ماريو markii la gaaray marka 2023 bisha Febraayo ayay ii suurtagashay inaan lacag kashado cryptocurrency waxa maalintaas iga caawisay inaan coin badan yani coin ka ibsanay xitaa ii dooqday waxay ahayd macluumaad xalo ayda wani goor habeenay xitaa ay ahayd in wax kasta ay la toosay lacagta aan ku bilaabay waxay dhameed $100 oo aan adduun inta iska heystay markaas oo lacag ahaan aan u maal gashaday ayadoo waqtigaas dadka oo dhan oo aniga i yaqaan i oran jiray iska dhaaf waxaan wax jira ma aha waa tuugo lacagtaada dhacaya ii sheekooyin badan laakiin aniga sheekadooda ma dhegeysan laakiin waan awoodi waayay waqtigaas lacag kale oo aan ku darsado sababo dhaqaale darteeda laakiin alxamdulillaah سند كدب لعكي آمال كشبا إيه بغوغ دور إهيد أيا إيه جارتي إلا يكون يصدح بغول دولار أنيقو هل مالين الشقيين كدرسو أنا لعكت واجلي واسكتك إماجن مركا واجاس سند كاسكور هل سنة يكون يصدح بغول دور أنكو شقيي أنيقو نوحك الشقيين مالين كلافيرين كاوران حدي أنقشان لها مالتي أن يعني بغول دور ديغان هاي hadib kun door leedaan digan laha halka sana yani within 11 months in ay heedan jaalahay
meeqaanku hilla at least 15,000 $16,000 anigoon maalinna diidin sariirteenan ka kicin. Almuhiim, dadkii diidanaa ayaa bilaabay inay iyaguna bartaan markay arkeen in waxani uusan been ahayn. Ugu dambeyn, cryptocurrency waa lacagaha loo guuri doono mustaqbalkan dhow. Sanad kasta, cryptocurrency waxay soo saartaa dad fara badan oo milyaneer ah. Crypto waa meesha keliya aad si fudud ku noqon karto milyaneer, haddii aad si fiican u barato oo aad taqaano khabiirna aad ku noqoto, weliba weliga aadan cidna u baahan doonin. Waxaan mar labaad aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan idinku dhiirigelinayaa inaad hore ugu socotaan oo aanad ka niyajabin wax kastoo kugu dhacona. Weligaa ha ka quusan hankaaga. Waxaan ugu dambeyntii 1100 jeer u mahadcelinayaa Alla ka sukow macluumaad xalwo oo noqotay midii ii suuragelisay indhihii caalamkan aan ku arki lahaa. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa inay ii suuragelisay oo ay ii ogolaatay inaan idinla wadaago bilowgeyga qayb ka mid ah waddadayda, gaar ahaan barashadayda cryptocurrency. Micnaheeda ma aha marka inaan idin faanaya ama aan wax idin dheerahay, balse waxaan ka hadlayaa bis maadaama qisadan aan isoo qabatay si aan hankaaga weligaa haka niyajabin. Wax kastoo kugu dhaco, kasoo kabso, waxaaga haka tanaasulin marnaba. Yoolkaaga markasta ogow. Waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga. Waxaad hadda haysataan fursad qaali ah, ha iska beer dareenina. Waxaa kaloo haysatiin qof ay Soomaalinimadu ku weyn tahay oo si daacada wax walba idinka sheegaya ama si daacada wax walba idinkugu sheegaya. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga. Horumar iyo baraaraan idin rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.